طيب هنروح لخبر ايضا يعني يمكن هو الابرز من وجهة نظري هذا الاسبوع، وهو تنس الطاولة سيدات. لا الاول خلينا نروح ل تنس الطاولة سيدات، صحيح لا هو السباحة بعد كده، بس خلينا نتكلم عن تنس الطاولة الاول. تنس الطاولة هو ده الحدث الاهم اللي حصل هذا الاسبوع، كانت البطولة العربية بتقام على ارض مصر سيدات تنس الطاولة، نجحنا الحمد لله في السنة الثانية على التوالي حصد لقب البطولة العربية. طبعا دول بطلاتنا اللي استطاعوا في مباراة فاينل كان صعب جدا الحقيقة، كان كانت مباراة صعبة جدا في النهاية مع الفريق البحريني، وخلصت 2-2 وحسمتها هنا جودة في الآخر، واستطعنا ان احنا نفوز الحمد لله بشكل جيد. البطولة اتلعبت على صالة استاد القاهرة، ودي البطولة العربية الحقيقة يعني كانت قوية جدا هذا الموسم، قوية جدا حتى على مستوى الرجال، كل الفرق دعمت نفسها بأجانب. كاميرا الأبطال كانت موجودة، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني. البطولة هذه رقم 33 للأندية العربية، المنافسات كانت قوية جدا، مستوى عالي جدا، خاصة من وصلت الفرق إلى دور الثمانية، معظم الفرق جايبة لعيبة محترفين عالميين، وطبعا أندية مثل الأهلي والزمالك طبعا هم أبطال العرب وأبطال أفريقيا، فاعتمدوا على لعيبتهم ولعيبتهم مصنفين عالميين. التنافس كان تنافس قوي، الجميع أعتقد الآخر يعني استمتع في الأيام الماضية في مستوى عالمي في كرة الطاولة. النهائي خلاص السيدات 3-2، ونبارك لنادي الأهلي المصري حصوله على بطولة الأندية العربي للسيدات، وهذا مش غريب عليهم. في اليوم النهائي ببارك لسيدات النادي الأهلي بفوزهم بعد مباراة قوية مع أهلي البحرين 3-2، وبكده بيتوجوا هم بالميداليه الذهبيه والبحرين بالميداليه الفضيه. البطوله دي ما كانتش اساسا هتلعب في مصر، لكن كان اعتذر للاتحاد التونسي عن البطوله اللي كانت مقامه فيها، وهم على طول اول حاجه كلمونا احنا كمصر، هل عندكم استعداد ان انتم تعملوا البطوله؟ طبعا كلنا واحد والعرب ايد واحده، والعرب لازم كلها تبقى فيه تعاون وتناسق، وبالتالي عملنا البطوله وشارك فيها عدد كبير الحمد لله. بدأ اليوم الساعة 4 بمباراة نهائي، مباراة نهائية بين فريق الأهلي المصري ونادي العالي البحرين. منافسة قوية جدا 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 زي ما احنا شفنا. خمس مباريات، المباراة خلصت 3-2 لصالح النادي الأهلي، وتوج فريق الأهلي للسيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية للسيدات. الحمد لله طبعا ربنا كرمنا النهارده بالفوز ببطولة البنات. البطولة كانت جامدة من أولها، ولعبنا ماتشات كتير في الأول، ماتشات في الدورات التمهيدية، وبعد كده وصلنا كسبنا جزيرة الورد، وبعدين وصلنا نهائي مع البحرين. البحرين جايبين لعيبة محترفة من رومانيا، احنا كان عندنا امل ان احنا نكسب البنت، يعني احنا كان عندنا امل ان هنا ودينا يكسبوا البنت الرومانية دي، بس يعني ربنا ما اردش. الحمد لله عملنا اللي علينا، والبنات كسبوا بقية الماتشات الحمد لله. هو طول عمر النادي الاهلي مهتم بفريق تنس الطاولة، وطبعا مجلس الادارة الموجود مهتم جدا بتدعيم فريق تنس الطاولة. السنه دي جاب لنا دينا مشرف، وجاب لنا علاء يحيى ورؤى الناغي، ودعم الفرقه بحاجات بلعيبه كتير في السنه دي، فهو دايما النادي واقف في ظهر فريق تنس الطاوله. طبعا الحمد لله اولا على الحفاظ على اللقب، احنا استعدينا كتير جدا قبل البطوله، كنا مركزين، التمرين كان فترتين دايما صبح وبالليل، يعني الحمد لله عملنا كل السعدات الكافية عشان نقدر نيجي ونعمل أداء مشرف ونحافظ على اللقب. أنا شايفة إن إحنا كلنا عملنا اللي علينا الماتش ده الحمد لله، أنا ودينا ورؤى، حتى اللي قاعدين بره اللي مش بيلعبوا واللي بيشجعوا كلهم يعني بيدونا برضو يعني كده يعني كده فبيحفزونا وكده، يعني كله مع بعضه ده اللي خلانا نعرف نكسب الحمد لله، وانا شايفه ان كل واحد فينا عمل اللي عليه لحد الاخر فكويس. انا مبسوطه قوي طبعا احنا قدرنا نعمل الانجاز ده، وكسبنا الماتش كان صعب قوي، كان معاه محترفه من توب 20، بس الحمد لله قدرنا نكسب الماتش. وعايز استعدت قبل البطوله، المدربين كانوا طول الوقت معانا، كابتن عادل وكابتن احمد عياد وكابتن اشرف عبد الفتاح كانوا طول الوقت معانا وبيدعمونا في التمرين،
وقبل البطوله كان على طول يعني يعملنا اجتماع او حاجه يحفزونا، والحمد لله قدرنا نكسب. يعني احنا طبعا من الاول خالص كنا عارفين ان النادي العالي البحريني هيوصل يا سيمي فاينل يا فاينل معانا، فكنا متابعينهم من الاول. برنادات طبعا احنا عارفينها من زمان، هي محترفه، هي رومانيه واحنا في المنتخب فعارفينها من زمان قوي، هي ماتش جامد وهي جامده جدا. وكمان مريم العالي من البحرين، ناشئه بحرينيه بس كويسه، ويعني قدمت مستوى حلو قوي البطوله دي بصراحه، فكنا مركزين وعارفين يعني ان احنا هنوصل معاهم يا سيمي فاينل يا فاينل، فحطيناهم في دماغنا. يعني ميرسي جدا لدعمكم بجد على طول، والمسجز اللي بتوصل لنا والكومنتس وكل حاجه، شكرا قوي. ومن غيركم الواحد مش بيبقى عنده الشراره اللي جواه دي يعني، اللي يفضل مكمل بصراحه، فشكرا.